ناخذ لنا كم صورة. انت شو بدك؟ انت شو بدك؟ انت مثل ما بدك. بتحب ناخذ كم صورة بالليم والشباب ياخذوا لك اياها؟ يلا؟ اوكي. ممثل لبناني ابن الجنوب ورقم صعب بالدراما اللبنانية. بداياته كانت بالمسرح وبعدها انتقل للتلفزيون. صاحب اللحية البيضة مثل قلبه الأبيض وأخلاقه. ممثل نفتخر أنه لبناني ومنعتز بوجوده معنا اليوم ببرنامجنا همزة وصل. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ عصام الأشقر. الله يخليك، خجلتيني ما عاد شيء العين تطلع فيك، نزل في رسميات وحضرته وحضرته. لا قليل عليك، يعني نحن كثير بنقدر وجودك وكثير مبسوطين انك موجود معنا. الله يخليك. يعني بتحب هيك نحكي بعفويه وبطريقه سامبل بلا حضرتك؟ قد ما بدك قد ما بدك. يعني بعيط لك عصام؟ مو اذا بدك. وينك؟ طيب عصام على راسي، خبرنا شوي هيك عن حياتك العادية كعصام الأشقر البعيد عن الفن والتمثيل. إنسان مثلي مثل كل المواطنين، بعلق بالعجقة وبعصب بالعجقة و... عصبي بطبعك؟ مش أنا بس عصبي، كل الناس بالبلد صاروا عصبيين إجباري من وراء الجو اللي عايشين فيه. ما في بتلاقي عصام أنه الفنان اللبناني والممثل بالأخص اخذ حقه من النقابه كشركات انتاج مخرجين، قد ايه اخذ حقه الممثل اللبناني؟ انا قبل ما جاوب على هالسؤال بدي اسال اي مواطن لبناني بكل الشرائح مين وصل له حقه، بعدين بجاوب على السؤال. ما حدا وصل له حقه برايك؟ مقطع السطر. ايه حرام كنا نفوت نقول الفنان مش واصل حقه، ما هو مثله مثل كل المواطنين، لما بصير في احترام للمواطن تلقائيا بصير في احترام للفنان والمثقف وال مع الاسف. طيب قريت بتصريح لك عم بتقول انه شركات الانتاج ناقصها مصاري، يعني الممثل ما عم ياخذ حقه والمسلسل ككل ما عم ياخذ حقه لانه ما عم ينعرض على محطات فضائيه، قليل المسلسل اللي عم ينعرض على محطات فضائيه، وهيدا شيء راجع على المصاري المتوفره بشركه الانتاج. مش انه قليل، معدم البرنامج المحلي اللي عم، انه هيدا للاستهلاك اليومي بيعتبروه، يعني المحطه المحليه بامكانياتها الضئيله هي اللي بدها تعرضه، مشان هيك ما فينا نصرف عليه كثير لانه المردود ما راح يكون عالي بالطبيعه. بس في شركات اليوم عم تنتج بالبلد محترفة وعلى درجة عالية من الاحتراف اللي عم تطلع فضائيات، هيدي عم تصرف عم تصرف على البرنامج، لأنه هاي صناعة وأي صناعة بدك تدفع عليها مصاري. يعني صار في تطور، عم بيصير في تطور بهالمجال، تحسن يعني أحسن من قبل. بمطرح اللي كان عم بيشتغل على صعيد محلي بعده عم يشتغل على صعيد محلي. الشركات اللي صارت عم تنتج هون هي اللي عم تشتغل بهالمستوى بهالنوعيه. بس في مسلسل بنات عماتي وبنتي وانا معرض على الفضائيات، اخذ كثير رهجه هالمسلسل. في اوقات فلتات شوط يعني، ايه؟ هذا البرنامج يمكن صار عمره شي 20 سنه. نجح كثير هالمسلسل. ايه بالفعل هو مسلسل حلو ودورك فيه كمان كان حلو. كل الممثلين كانوا حلوين، الجو ناعم، مظبوط، النكتة جاية طبيعية عفوية، صح، ما في تصنع، حبوا الناس ونحن كنا عم نشتغلوا بغرام. وهلا لما بينعرض نحن اللي مثلنا البرنامج بنحضره مثلنا مثل كل الناس وبنضحك بننسى انه نحن ممثلين ما بينزهق منه. مظبوط. طيب اي دور غير بهذا المسلسل هيك عزيز على قلبك؟ وفي دور قلت عنه انه هيدي فرصه العمر. بدي احكي مثل ما بيحكوا هيك كل الناس انه كلهم اولادي وما بميز، بس بضل في دور راح بالعرض، انا بسميه راح بالعرض، هو دوري بمسلسل لونا. وهيدا الدور مش كل ساعه بيجي مثله، لا لالي ولا لغيري. ايه هاو فرص نادره
بتطلع بطريقك ما بتكون ناطرتيها و فرصه تفتح لك. كان مجموعه ادوار بدور واحد وكان تحدي والحمد لله كان الصدى كثير جيد والحمد لله. طيب هلا عصام الاشقر وين بتحس حالك؟ مستبعد عن الشاشه كفنان قدير او لا؟ ما بدي اقول مستبعد، لا ما بدي اظلم حدا، بلش بحالي يعني انا اقل الناس، بس انا من الجميع اللي بيقولوا عاده لا اذا في شيء ما عجبني، اذا كان دور مش بالمستوى بعتذر، اذا بكل صراحه المكافاه مش على المستوى كمان بعتذر. وهيدي شغله بعرف انه بتاخرني، صحتين على قلب اللي قبلين وكل يوم بده يشتغل وما بده يغيب عن الشاشه، وبعتذر من الزملاء. اوف يعني. ايه طبعا تصريح صريح انه قلتها ورح ضل اولى. ما حدا بيعمل لي قيمه مثل ما انا بعمل قيمه لحالي لنفسك. انا كممثل بدي احفظ احترامي، معلش قولوا لا وقفوا وقولوا هالقد بنستاهل، طالما نحن عم نتراخى عم بيضلوا يتمقطعوا فينا بين هلالين. بعتذر على الكلمه، بس انه التاجر ما بلومه، التاجر شو بده؟ بده تسويق ل قال له شو اطيب من العسل؟ قال له خلي ببلاش. مظبوط. طيب هلا في ممثلين بيكسروا شوي من اجورهم او يعني بيقبلوا باجر قليل كرمال ياخذوا ادوار. انا ما بتقبل بهالشيء. ما عم بقول لا 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 لا، انا منطقي وبقدر افهم الضائقه الماليه اللي عم بتمر بالبلاد ومستعد اني امشي معها، بس مش لدرجه انه هين نفسي، معلش سوري. يعني في شيء مقبول وفي شيء مش مقبول. طيب يقال انه حضرتك ما بتقبل تطلع بمقابله تلفزيونيه الا مقابل مردود مادي، قد ايه في شيء صحيح من هالخبر؟ لو ظروفنا كشركات تلفزي غير هيك، ايه كنت بقول لك ايه بكل صراحه، بس لانه بنقشع بعضنا وبنحس مع بعضنا هاي مش حاسب لها حساب. يعني مش مزبوط؟ اللي بده يطلع علي اخبار هو حر. بس انا لا ولا مره فكرت فيها، مع انه عم بقول لك لو الظروف غير هيك كنت انا مع انه لما بيطلع الممثل او الفنان مهما كان تيعبي هوا مفروض يكون في له مردود. وهيدي صارت حتى بمحطه اجنبيه كانت هون، صارت معي وبرا هيك بتصير. بس لا بعرف انه هون العين بصيره واليد قصيره مثل ما بيقولوا. مش مزبوط هيدا الشيء. لا. طيب معنا مداخله، رح ناخذ اتصال من نائب فني استاذ فادي فخوري، حابب يعني يشاركنا بالحلقه. تكنا اخذنا الاتصال. نشكر اداره اوتيل ماديسون على استضافته لنا بهالمقابله الحلوه. ستاند باي شباب، يلا استاذ صرت معنا. سبيكر فتحنا سبيكر. تفضلي. هلا عم نظبطهم. يلا ستاند باي. صباح الخير استاذ فادي. صباح الخير، اهلين. نحن حبينا ناخذ مداخله مع حضرتك اليوم ومعنا استاذ عصام الاشقر مثل ما بتعرف. نعم نعم. انا بحييك وبحيي ضيفك وانا بشكركم على هالفكره المميزه. يعني نحن بتعرف اللقاء اليوم مع الممثل اللبناني هي شغله كثير كثير مهمه، لانه نحن عم نشوف بعد او استبعاد الممثل اللبناني. انا سالت هذا السؤال، طرحته على استاذ عصام وقال لي انه لا مش صحيح، هو ما بيوافق هذا الشيء، انه مش مزبوط انه الممثل اللبناني عم يستبعد. ممثل اللبناني وحكي يعني استاذ عصام عن حاله انه هو بنقي شو بده، هو بيختار، بيعرف امتى بيقول ايه امتى بيقول لا. انا نحن اليوم ما عم نشمل كل العالم، اليوم الممثل القدير مستبعد مش كل الممثلين، عم بحكي بعض من الممثلين مستبعدين لعده اسباب،
بتعود السبب الرئيسي هو اليوم في عنا نخبة من الممثلين الجدد عم يحتلوا الساحة بكفاءتهم، بحبهم للمهنة، بعطائهم المتميز، لأنه الممثل الشاب عم يجي يعطوه سعر معقول جدا عم يقبل فيه، أولا طامح بالنجومية، ثانيا الأدوار اللي عم يعطيه أدوار بطولة، ثالثا اللي عم يعطيه حاليا بيقدر يعطيك وقت أكثر من الممثل اللي مش قادر يعطيك وقته. مع احترامي لضيفك أنا بدي أقول شغلة، اليوم إذا ممثل بدي يوقف على أمجاد قديم ويقول أنا ما فيني أعطي لأنه أنا تاريخي بيحكي هيك، بدي هيدا الرقم المعين، هون عم نوقع بمشكلة. أنا ما بلوم شركات الإنتاج، أنا بلوم الممثل يلي بيطمح إنه يجرب ينافس الممثل الشاب بهيدا الوضع، وبدي يجرب يوصل مثل ما هيديك واصل بنفس الأسلوب البطولي. اليوم كل تاريخ له وقته. أنا اليوم لما كنا بالسبعينات والثمانينات والتسعينات كان في أدوار لبعض الناس، اليوم شركات الإنتاج عم بتفتش على جيل الشباب. أوكي في أدوار عنا لممثلين قادرين بيقدروا عندهم تاريخ حافل بالعطاء وبالبطولة، اليوم عم يطلبوا أفكار خيالية. أنا كشركة إنتاج أنا اليوم بنقذ من هذا الموضوع وفتش على محل ادفع كلفة أقل، الوضع ما بتسمح. التعالي على شركات الإنتاج اليوم مرفوض، أيا كان الممثل ما بيوقف على أمجاده ولا بيقول أنا عملت ولا أنا شلت ولا أنا حطيت. اليوم في سكة بدها تمشي، في ترين بده يمشي، بتركب فيها لهالحاصلة بيمشي الحال، ما بتركب انت حر. بس استاذ فادي بالاذن، بس هيدا الشيء بيعني انه نحن يعني هيك عم نستبعد الوجوه اللي هي اساس بالدراما اللبنانية. عزيزتي انا بدي اقاطعك، مش انا عم بستبعد، عم بحكي بلسان شركات الانتاج، لانه انا كثير عم بحتك معهم بهيدي الامور خاصة. طيب استاذ عصام، انا اليوم لما انا بدي احط سعر معين وحج انه انا بدق الادوار، لا هيدا مش مزبوط. هي شركات انتاج ما عم بتطالب بحدثك. اليوم اذا بتعمل اربع خمس ادوار بطولة بالسنة او دورين او ثلاثة، ما يعني مقابل ممثل شاب عم بياخد دور بطولة بكفي اربع خمس سنين لقدام. اليوم لا يحق لأي ممثل يقول أنا عم نقي أو يحكي عن أمجاد لإله عملها بتاريخ الماضي. أوكي خلصت، نحن اليوم بحقبة في عنا عصر السرعة، الممثلين الجديد عم تطلع، ما يجي لوم شركات الإنتاج بيصرح. أنا بلوم شركات الإنتاج وفي وخاصة بالتلفزيون بقول إنه حدثه التلفزيون صار في محلات ضيقة، ساحة ضيقة الساحة الفنية على التلفزيون. لا بده يسمح لنا، معليه ما بدنا نحط لا الحق على التلفزيون، على ساعد التلفزيونات اليوم الله يساعدهم باللي عم بيمرقوا فيه من أزمة مادية، الله يساعد شركات الإنتاج اليوم، معليه بدل ما تقبل تنقول مبلغ معين على حلقة بقول أنا لا أنا سأقعد على الحلقة هالقد. أنا بكفي، ما بتوقف نجوميتي، ما بختفي عن الساحة. خليني أسأل ضيفك أتوجهلك سؤال، ما عم يختفي عن الساحة الفنية حاليا؟ ما عم بيفقدون الناس على الساحة الفنية؟ على خاصة على بلا بالنهار بسمعها أكثر من مرة إنه ليش أنت غايب. هلا أنا الفترة اللي غبت فيها كنت عم بقول تحت الهواء إنه كان في عندي مشروع سفر، منشان هيك اعتذرت عن التصوير سنة الماضي. بس استاذ انا متابعك، خليني اقول لك شغله. اليوم حاطط انت حاطط حجه انه التلفزيون، حاطط حجه انه التلفزيون في عند مساحه ضيقه للممثلين بطلت الساعة، في عندك حاطط عذر انه الحرب الاهليه، حاطط عذر انه اصحاب شركات. انا كمان لي لوم عندك، لوم كبير على احدى مقابلاتك، بتقول سالوك عن منتج كثير مهم بتقول لهم وانت عم تبتسم ما في طير علق الا ورجع وقع. طيب نحن اليوم ببعض ما اليوم انا لو بتحب سميلك مين حضرته بحب سميلك عم تحكي بمقابله بتقول بيسالوك عن غايب عن الساحه بتقول لهم ما في طير علق الا ورجع وقع. هيدا الشيء مرفوض يا استاذ، انت ممثل قدير ما بتشمت بشخص اذا وقع او اذا شخص غاب لاسباب تاني، هذا الشيء مرفوض. انا برفضه يعني انا اليوم حضرتك الكلام بهالمعنى هذا عم ينفي استاذ عصام. انا بهالمعنى ما قلت هيك اكيد،
وخصوصا اذا بتقول بمقابله، لانه انا دقيق جدا لما بكون على الهواء. بتحب سميلك وين؟ بتحب سميلك وين؟ على موقع هيدا حضرتك قايله، يعني انا عم بعطيك حقايق، يعني انا اليوم عم بعطيك حقايق وحضرتك عم تنفي. طيب انا اصلا استاذ اقل واحد اشتغل معه، انا ليش بتقول عنه انا بعيد عنه؟ انا بدي اسالك لك، ما بعرف، انا بدي ارجع اشوفها، بس انا ما كان بهالوارد ابدا. انا دائما بقول لا لا لا، انا يا استاذ الكريم نعم. خلينا نكون واعيين. مع احترامي لك استاذ الكريم، معلش بس تطلعوا على مقابلات عم تنفوا. ليه النفي دائما للنفي؟ ليه؟ قولوا الحقيقه مثل ما هي، مثل ما بتقولها بمقابله بتقولها على التلفزيون. اذا انت مش صاحبي انت وياه ما بتشمت فيه، هذا لا يليق بممثل قدير مثل حضرتك. حضرتك عندك نجوميتك وعندك اطلالتك، وحضرتك رقم صعب بالفن بالتمثيل. يعني نحن كلبنانيه نأسف لما يستبعد لهيدي الاسباب حسام الاشقر. اليوم حضرتك حكي عن مسلسل خماسي هو الخلل، وقلت انه بيطلع على شاشه معينه، الخلل ما رح يطلع ولا بيطلع. وانا رح اقول لك ليش، لانه اولا حلقات خماسيه ما بتمرق بهذا الظرف بالذات، الظرف المادي العصيب، لانه خمس حلقات ما بيلحقوا يقلعوا ويعطوا انتاج ويجيبوا اعلانات بيكون خلص البرنامج. ثانيا احداث هيدا المسلسل قديمه، يعني بطلت تمشي اليوم بهيدا، يعني بطلت انه انا شو لي علاقه بهيدا، انا شو لي علاقه هيدا الموضوع؟ انا انت شو حضرتك، انا عم بحكيك شو مصلح حضرتك معلي، يعني خلينا. ما حدا سالني عنه الخلط اصلا ولا جبت سيرته انا، هيدا ناسي انا عندي مصور وصورته هيك خدمه. لا اذا في معلش في اشياء انا مش فاهمها حتى الموقع، يعني انا اذا عملت مقابله مبعوث يمكن غلطي مبعوث بشوفها، ما بفتكر انه انا بمقابله قايلها، او اذا وارد هالحكي انا بنفي جمله وتفصيلا. انا ما بخاف من حدا، وانا لما عم بطلع على التلفزيون عم بسمي الاشياء باسمائها، وانا كل اللي حضرتك هلا ذكرته انت ما سمعت حديثي بالمقابله. انا ما تهجمت على شركات انتاج ولا قلت في اجحاف ولا عم بتهم حدا. انا قلت انا منطقي جدا وبدي اكون عم بعرف الظروف الاقتصاديه. خليني كفي لحظه، خليك كفي. بعدين انا ما قلت انه في ممثلين عم يطلبوا مبالغ خياليه، لانه بهالبلد ما في شيء اسمه مبلغ خيالي. ال 100 دولار اذا يعتبر، اذا ال 100 دولار مبلغ خيالي. خليني لو سمعت، خليني انا بدي اخذ واعطي معك. انا اليوم ما بطلع مقابله الا تقبض، لاقي مين انا؟ مين انا؟ يعني عادتك ما بتطلع على مقابله الا لتقبض مثلا، تنقول. او حضرتك بتحط سعر، انا ما بقول انه اسعار خياليه يعني مليون دولار، لا، بس دائما اسعار عم بتحطها حضرتك، عم بتفاوض على اعمال اكبر من ما هو متاح. يا حبيبي عم تحكي وكانك عالم بكل الامور، انت من وين مبلش؟ ما بعرف، بس يعني انا لما بينعرض علي 50 حلقه ب 10,000 دولار تطلع حلقه ب 200 دولار بدي ارفضها اكيد. ما بكون عم بحط انا عصب الدوليب، ولا بكون عم بقول انا تاريخي وانا ماضيه وانا لا، انا ماني بهالوارد. اذا بتريد خليني انا ما اعطاك، بس اذا بتريد انت عم بتفوت هلا بمحلات ما فيك تسالني. إن انا شغلتي مثل ما شغلتك ممثل، انا شغلتي نائب صحافي فني، انا بجيب خبري من وين ما كان. اليوم ما فيك تيجي تعلم علي تقول لي من وين عم بتجيب، انا فيني اسالك من وين عم بتمثل حضرتك؟ ما فيك تيجي تسالني هيك، اذا بتريد خلينا ضمن الاطار المعقول بالحوار تنضل نحن وياك ماشيين على السكه الصحيحه. النفي هذا النفي ما بيمشي معنا، نحن عندنا معطيات نفيت عده اشياء، كل شيء قلته نفيته، اعتمدني وكانه انا عم بتجنى عليك. بعد إذنك استاذ عصام، لا خلص استاذ فادي، نحن بنشكر مداخلتك معنا وبدنا نضطر ننهي الاتصال. ميرسي على المعلومات اللي اعطيتنا اياها، شكرا لك. كات سوري، انا بحق الضيف ما بقبل يطلع هيدا الاتصال.
شو وين المشكلة؟ عم يحكي بطريقة يعني تفضل تليفوني كلودي فتح لي بشغلات أنا ما معي خبرها ما معي خبرها ومواقف ما معي خبرها هي المحامي الشيطان شو بيتر ما لا 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 هو فات برضون شوي لو نحن على الهواء وسمع وحكي اوكي بس فات بموضوع غير كل اللي حكيته انا اللي حكيته كان كتير منطقي انا بعرف شو بحكي على الهواء هو مجمع لي شغلات ما معي خبرها انه مني بهالسخافه انا بدي صرح لموقع بهالكلام هيدا الخلط انا نسيت انا هيدا مصور وخدمي وببلاش انا وغسان اصفين ورندا كعدي لا جبت سيرته ومن وقتها قال له ما بيمشي منين جايب لي اياه هنا بعدين المبالغ الخياليه منين لا ما بقبل انا يطلعوا لا ولا انا بقبل بليز وعم بدافع وما بخصك منين بجيب مصادري بقدي اخر دقيقه قلتوا لي انه معنا نائد فني استاذ فادي ما بعرف شو بده يطلع يحكي بيتر بده هيك اتصلوا ببيتر اتصلوا ببيتر لودي ليش انا بدي اردى باللي انتم بدكم اياه ما اسمع اول ما حكينا انه كمان بليز موطي شوي صوت لانه صدقيني ان اللوبي شي 6-7 مرات بليز اذا باين عم تشتكي اذا شو كنت عم تقول لي؟ شو شو 500 دولار؟ هيدا النائد؟ تيجي يبهدل باستاذ عصام هيك يحكي عن اشياء يعني هو اكيد الخبريه منه هيدي قصه المصاري قصه المصاري والمقابله وال الو بونجور بيتر بونجور بيتر بس بدي اقول لك شغله صار مشكله معنا على السات كرمال اتصال لا جويس ما بدها الاتصال ينعرض ولا استاذ عصام هي عم بتقرر البروديوسر والمخرج طلبوا منها انه لا هيدا مش انت بتقرر مدير الانتاج نعم اولا مين اللي اعترض الانكر البريزنتر والضيف ما الها علاقه هي تحكي في مدير انتاج بيحكي اولا هيدا الاتصال ما هي بتقرر اذا بيطلع ولا احنا في كونسبت للبروجرام ما بتقرروا البروديوسر للانكر هيدا شيء بيرجع للبروديوسر اثنين هيدا الشخص الاتصال حبيبتي طالع معنا بخمس دقائق اخذ 500 دولار الزلمه ما فيني انا فوتو على الانتاج هيك ثالث شغله الضيف على راسنا وعيننا نحن فاتحين له الهواء ليطلع عنا اهلا وسهلا فيه ليش ما بده يعرض هيدي وقايه هلا شو بيصير بنرجع بنتفق نحن بهيك وقايه هلا انا بدي اعتذر انا بدي اعتذر نعم انا ما بقبل كمان انا بدي اعتذر لا وقايه اي وقايه اذا الضيف ما انه راضي اذا الضيف جاي ببلاش وعم يتهم انه هو ما بيطلع الا بمصاري واللي دافعين له مصاري عم بيتجنى باشياء انا ما معي خبره ولا ورده انا يطلع على الهواء واحد يقول لي الانكار ما بينفع انا ما بقبلها الو الو لودي نعم. لودي نعم انا على راسي نحن ما قللنا من قيمه حدا هيدي وقايه بيرجع بينكرها بالمقابله ما في مشكله هلا هو ليش بده يفوت فيهم وانكرها يسمع حديثي من الاول ويعلق على حديثي نحن مش ديركت فات بشغلات ما موجوده ما فيك تقرر اذا بتعرضها ولا لا نحن في تلفزيون في اداره انتاج ما فيك تعرضها هيدا خمس دقائق اخذ 500 دولار طالع معي الزلمه يا خي انا شو ذنبي؟ انا بدك فيك... تحترم لي طلعت ببلاش اكثر ما بدك تحترم لي ال 500 دولار اذا بتعملوا معروف هيدا اهانه للضيف عن جد اهانه للضيف نحن وياك نتغدى نحن وياك بنتغديك واهلا وسهلا فيك ما بيصير هيك عن جد عيب انا بعلم الناس بس انا 100 مره تلفنوا لي من ال بي سي ما قبلت اطلع الا لاطلع احكي عن اللي عم بيصير ضد المهني انا مش هاوي مقابلات اذا بتريدوا ولا بقبل طلعت بهدل ولا عيب ما بيصير هيك بس كيف قال المدير هلا قال لي خلص نو واي بقى قال لي داش كثير لبرا صار دقينا 8 زبونات ما اول ما حكينا قلنا عن الصوت الصوت مش كثير برا في عيب صريح يا حبيبي مش عم خليكم بس خلينا المدير بده يجي لعنا خلي بس يجي المدير احكي معه بكون ما تواخذنا بس دقيقة لا واحد جاي قال لي هيدي وقايع وهيدي هيك وهيدي هيك وهيدي انا ماني
مش ناقصني بهدلة. قلت لكم من الأساس هيدا الاتصال إذا طالع هو يعمل محامي الشيطان أنا ما لي علاقة. مين لا أصلا لما بتطلع لتقول مبالغ خيالية بلشت تحكي شفشقة. وين في بالبلد مبالغ خيالية؟ بعدين أنا شفتوني سميت شيء سوري لبناني؟ لا منين اللي عم شو ها؟ هو عم يسمي أنت مبلش من عصبية من أنا ما لي علاقة. أنا رأيي غير هيك، أنا رأيي في إنتاجات ما كانت عم بتصير هون، عم بيجيب المنتج ممثلينه بدل ما ياخذهم على مصر أو على سوريا عم بيجيبهم على حجتهم عم بيشتغلوا اللبنانية. هاو ما لهم علاقة بالإنتاج المحلي. أنا منطقي جدا تيجي واحد يتصيدني بهالطريقة ما بقبل، لا إذا بتريدوا. طيب خلونا نحل الموضوع ونلغي هالاتصال. دولار تيطلع بهالمداخلة. يلا يلا. شو كان عم بقول لك اخر شيء لودي؟ قابض 500 دولار ليطلع يبهدلني؟ لا 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 انه حسبيني بالمره حسبيني بالمره ما عندي ولا انتفت اخلاق ولا انتفت معقول اطلع على الهواء قول عن منتج ما طار طير الا شو اسمه كما طار وقع شو هالحكي هذا؟ ما في طير علق الا ما رجع وقع هيك شيء بقول لا لا مش مزبوط هيدا اللي حكى عن جد شيء مش مقبول طيب خلص وقف التصوير اذا استاذ عصام اي اوكي يلا اذا هي صارت يعني نحن كمان ما بدنا نزعل الضيف لا في 500 دولار دافعينه للاتصال هيدي اهانه مجرد قال هالكلام هيدا اهانه الي هيدي اهانه الي لانك دافع له 500 بدك اياني انا ما خصني والمذيعه ما خصها يا حبيبتي لو في مقابله مضبوطه يعني لو نحن على الهواء وسمع اللي قلته وعلق على اللي قلته انا ما عندي مشكله بس يعلق على شغلي الله معك كيفك انت ليش تمام انا بيتر مدير الانتاج انت على راسي تفضلت انا انت كنت عم تحكي على التليفون نعم هلا نعم بيتر انه انا انه حدا دزك لحتى تهيني لا. شو بتقول الضيف قابض 500 دولار مجرد كلمه مثل انا اللي قابض انا اللي مدافع للي طالع على الهوا اللي حكي معك هيدا اخذ 500 دولار اذا هو طالع واخذ 500 دولار وعم ببهدل بربي لا ما انت لازم تقبل معه لا 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 انا سمعته لو سمع نحن شو حكينا هون رجع نقط كل اللي حكيناهم كل اللي حكيناهم بس انت بقول لي وقايع شو شو لا ما بدي كفي لا 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 مكلفين على الحلقة إذا خير أنت مكلف بس مش مكلف تبهدلني ما ولو لا يا أخي ما بقبل يا حبيبي يا أستاذ يا أستاذ يا أستاذ نحن مكلفين على الحلقة وعاملين من إمتى تفضل من كفك مش هو عملت من إمتى بسمع بداية أنت بتقول ما فيي وما خصي وأنا سامع كلام مش كيف بدي أسمع مين ما قلت هالحكي أنا مين قال وأنت بتقول هيدي وقايع انه جايبيني وقايع شو لا لا استاذ عصام هو مدير الانتاج انا مدير الانتاج مش انا الصحافي مش فادي انا بيتر مدير الانتاج اوكي عم بيقول انه الزلمه عم بيحكي وقايع مين اللي قال لك انت وياه انه وقايع لانه شغلته ناقد فني هيدا معلش اسمح لي معلش اسمح لي طب فينا نتفضل شوي نحن نقعد شوي قد ما بدك بس انا ما عندي استاذ بيدر بعد اذنك نعم الضيف مش قبلين تطلع هالمقابله ولا انا ما فيك تاخذ براينا يعني لانه يلي انحكى ويلي صار 500 دولار له شو الحكي هذا ومصر انا استجبت بخبري انه انت ما بتطلع الا اذا كان عم يلي مرفوع اوكي تفضل يا استاذ هلا اذا عصبك على 500 دولار لانه هو قابض وحضرتك مش قابض هي مش مشكلتنا هلا هيك وصلت وحضرتك عم بتقول انه هو قابض شباب حدا فاهمهم مع معنا هلا أنا عم بقول مجرد تقول هالكلمة إنه الزلمة عم نحن مستعدين ندفع لك أجار الحل معك أنا ما بدي خي أجار بعدك أنا ندفع لك لا هذا الحكي مش مقبول يا خي أنا شو حكيت لحتى تقول لي مش مقبول أنت اللي حكيت مش أنا قلت لك مجرد تقول أنا دافع له 500 دولار مدير الإنتاج مدير الإنتاج ما عم بيتواصلوا معكم ما أنتوا عم تطلبوا أسعار خيالية بدك تكون شوي على الأرض اشرح لي لا ما بسمح لحدا يهيني بوجهي لا
اعوذ بالله. انا ليش قال عنك ممثل قدير وكبير؟ ليش انت كده ممثل كبير؟ هلا ليش انت اي وحده انه عم تطلبوا ما بدي خليني مين طلب؟ هلا لانه انتم هيك بتحكوا بالاعلام، ما انتم لانكم نجوم ونجوم هلا الوجود مثلكم ما عاد في حدا. حبيبنا انا هلا شو قلت لي تبي يا استاذ عصام؟ في حدا يلعب دورك بهالايام؟ بس جاوبني انا اللي عم بهمك. في لا ما في. في انا عم بقول لك ما في. لا في 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 في. تاريخك وين راح يا خيي؟ شو بدك بتاريخي؟ انا زلمه منطقي جدا، في ناس مثلي، في ناس احسن مني، وفي ناس. طب وليه هالاسعار العاليه اللي عم تطلبوها يا خيي؟ ها بتضل واقف عند هالكلمه؟ بتضل واقف عندها؟ شو هي المبالغ الضخمه؟ ما بعرف انا، عرفت يا خيي كيف بتحكي كلمه ما بتعرفها يا خيي يا استاذ عصام؟ وني الكلمه؟ هلا انا كنت هلا وصلنا وقت كان عم يحكي معك، انا كنت معه بالسياره وانا حسبته، هلا دفعت له $500. نعم هلا حسبته. طيب اوكي $500. أوكي. قال لي اذا زعل بس حكيتني، قلت له اذا زعل انا مستعد ادفع له على طلعته لاستاذ عصام وخلص. طيب لما انا بقول لك ما بدي تدفع لي وما بدي تبهور علي، بتخلص الشغله ولا ما بتخلص؟ بتخلص. لا عم ترجع تعيدها؟ لا لا بتخلص. وليش بترجع بتقول لي بتطلبوا مبالغ خياليه؟ انا لما بيكون مسلسل فيه 50 حلقه قلت هلا وبيدفعوا لي عليه $10,000 $200 على الحلقه، اذا بتقولها قدام حدا بيضحك علي. طلبت 20,000 يعني $400 على الحلقه، معناتها كثير؟ يمكن بهالزمن ايه ما بتعرف. لا لا مش كثير ولا نتفي. لما بيجي الممثل اقل ممثل سوري على اصغر دور بيقبض 40,000 و50,000 على اللي بنقبض ونحن 15. طيب هلا في بدنا منك شغله بعد. نعم. في حضرتك نحن جبنا، ما تواخذني اذا بدك تقطش الحلقه، بس في عليك تكلفه الليموزين والصور اللي اخذنا لك اياهم لو سمحت. هودي نحن ما بنتحمل، هودي بدك تتحملهم حضرتك، هودي اكسترا عليك. لانه اوكي رح خلي المحامي يحكي معك، اذا عم تحكي معي بهالمنطق انا رح خلي المحامي. لا انا رح خلي المحامي يحكي معك. بدها محامي $500؟ ايه 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 ايه. طيب انا كثير بحبك. انا بتاسف بس خليني اقول لك شغله قبل ما تتاسف. قبل ما تتاسف انا عندكم شي مشكله بين معك وخلوه، انا بتاسف. يلا 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 انا ضاهر. انا في شيء لعبه؟ ايه في لعبه، في مسحه بنحبك بنحبك. خليني اقول لك شغله، حسبت هالحساب انا بحبك. إيه؟ خليني اقول لك شغله، ونحن بدنا اياك تطلع ببرنامجنا قيمه مضافه للبرنامج. اعطيتنا اللي بدنا اياه. خليني احبه لاستاذ عصام اشقر، خليني ابوسه. خليني دقنك الحلوه. وقعد بالشباك ولا لا؟ وقعد انت انسان. انا خليني اقول لك شغله، انا اشتغلت مع المخرج توني نعمي بمسلسل الخلد، انت مش قابض ولا قرش اصلا. بعرف انا استغربت بس كيف هرب؟ رح اقول لك ليش. كيف هرب؟ انه عم بيقول لي انت قايل كذا، انت قايل كذا. هودي كلهم مفبركين، هو مش قايلهم انت، انا مفبركهم لحتى هيك شوي. نحن ما بنركب مقالب، نحن الدار مثل ما شفتوا. هذا لازم تهنينا، لازم تهنينا لانه نحن عم تهنينا بطريقتك الفنيه، لانه نحن اسمع انا مصر ادفع لك $500. اكتوها ذكيه لانه انا وفايت، وانه دعى دغري اقعد ما في شيء ولا عارف شيء عن البرنامج. قلت انا ممكن بس لا، رجعتوا سرقتوني. ويعطيكم العافيه، مع انه انا صاحب مقالب جدا. اوه تغربنا عليك حبيب قلبي. هلا شي ما تكون زعلت. بنهايه الحلقه بدي اشكر الممثل القدير الكبير الاستاذ عصام الاشقر، وعن جد قيمه بالتاريخ لما اخر شيء انا عم بعمل المقلب معه هلا بالاخر وعم بنهي معه، عم مضايق من جوا، بس بدي بدي نجح الحلقه. قيمه فنيه كبيرة للبنان، وقيمة فنية للوسط الفني وبعالم التمثيل. أنا بدي أشكره من قلبي من جوا، وبدي أشكر كل القيمين على هيدا البرنامج، بدي أشكر أوتيل ماديسون، وبدي أشكر التوب ليمو، بشكركم من قلبي وبشكر أستاذ عصام، وبدي أشكر زميلتي جويس أزرق.